بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، شرف حملة القرآن الكريم وجعلهم من أهله الخاصين، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم فانتظمت من حروفه عقود البيان، النبي الأمي الذي ما خط بالقلم ولكنه سطر للدهر أبلغ مجد وأفصح عرفان. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأطهار وجنده المهاجرين والأنصار وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية راعي حفلنا الموقر، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الكرام في حفلنا هذا اليوم، حيث يتجدد اللقاء احتفاءً بمسيرة مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، فها أنتم اليوم تشهدون وثبة أخرى لتلك المسيرة المباركة وتشدون من عزمها على مواصلة الطريق. فبسم الله وبعونه نحتفل وإياكم في هذا اليوم المبارك بتكريم ثلة من المتسابقين في الدورة 30 من عمر هذه المسابقة. يا قارئ القرآن، يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شرف مسامعنا بآيات الهدى، شرف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح نوافذ قلبنا المسدود. يا قارئ القرآن، داو قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريد. وخير بداية لحفلنا هذا تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها المتسابق محمد بن سعيد الغماري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. معالي الدكتور راعي الحفل الموقر، حضورنا الكرام، تسليطا للضوء على الجهود المتواترة والمساعي المباركة التي يقوم بها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم في رعايته لهذه المسابقة، نستمع الآن سويا إلى كلمة المركز يلقيها الأستاذ ياسر بن سالم العمري عضو لجنة التحكيم بالمسابقة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابا حكيما وجعله دستورا لنا ونورا مبينا فهدانا به صراطا مستقيما. نحمده تعالى حمدا يفوق حمد الحامدين ونشكره عز وجل شكرا يربو على شكر الشاكرين، وصلاة وسلاما تامان أكملان على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الهداة المهتدين. أما بعد، معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الموقر راعي حفلنا، أصحاب السعادة والفضيلة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعد هذه اللحظات وما أجمل هذه الأوقات ونحن نحتفي بهذه الثلة الميمونة من حفظة كتاب الله تعالى، وإنه لشرف عظيم إذ وفقنا الله سبحانه عز وجل لخدمة كتابه وأهله الخاصين الذين اصطفاهم بأن جعل آياته مسطورة في أفئدتهم ومتلوة بألسنتهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهنئين لهم فوزهم، مباركين لهم تفوقهم. معالي الدكتور، الحضور الكريم، إن هذه المسابقة منذ انطلاقتها تتوق إليها النفوس المؤمنة المسارعة إلى الخير التواقة إلى المنافسة في البر، فهي حدث يترقبه كافة أفراد المجتمع،
كل عام بشوق كبير، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم. فلا عجب إذن أن ترى الأعداد تتضاعف من عام إلى عام ومن دورة إلى أخرى، حيث تضاعف العدد في هذه الدورة عن سابقتها، فوصل بحمد الله تعالى إلى 2881 متسابقاً ومتسابقة. وليس هذا فحسب، بل أن هناك تميزاً بيناً وتطوراً واضحاً على مستوى إتقان الحفظ والأداء، مما يدل دلالة واضحة على الثمار اليامعة لهذه المسابقة المباركة. فالفرق شاسع بين الأمس واليوم، وهذا ما يلمسه المتابع ويعاينه المشاهد، وما ذلك إلا تجسيد لما يراد بها من أهداف سامية وما يناط بها من نتائج طيبة، كما وجهت بذلك القيادة الحكيمة لهذا البلد العزيز. معالي الدكتور راعي الحفل، أصحاب السعادة والفضيلة، الحضور الكريم، ختاماً نتوجه بالشكر من الشكر الجزيل أتمه ومن الامتنان أكمله على كل من ساهم في إنجاح هذا العرس القرآني وساعد على إتمام هذا الحدث الإيماني، فلهم خالص الود وجزيل التقدير. والشكر موصول لراعي حفلنا هذا ولأصحاب السعادة والفضيلة والحضور الكريم على مشاركتهم حفلنا هذا، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا دوما في رحاب كتابه وتكريم أهله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همم عالية وغايات سامية وجهود بذلت في سبيل حب الله وكتابه العظيم. معالي راعي الحفل الموقر، أيها الحضور الكريم، نقف وإياكم مع هذا العرض المرئي متأملين وقفات من مسيرة مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم، ندعوكم لكريم متابعته. في إلهام نفوس أبناء الوطن والعمل على غرس قيم القرآن العظيمة في نسيج المجتمع، فاتحة آفاقاً رحبة وواعدة للرقي بالإنسان العماني، سائرة في خطى ثابتة على ضوء أهدافها السامية. ثم يأمر المسلمين جميعاً بأن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم العليا، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا ارتبط حافظ القرآن الكريم بهذه المعاني العميقة، تحول القرآن الكريم إلى حركة ثقافية، وأصبح قادراً على إنشاء حضارة تمتلك مقوماتها المعرفية ولا تحتاج إلى غيرها إلا بالقدر الذي تخضعه إلى جهازها المفاهيمي. من أجل هذا جاءت مسابقة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم، من أجل أن تضع المسلم أمام هذه التحديات وهو قادر على مواجهتها. وبالتالي عندما نجد هذه القيم يشترك فيها الجميع، في جميع يعني أبناء الوطن في على قيم واحدة ومنهج واحد، فهذا بلا شك يزيد من الترابط والتلاحم المجتمعي. إن مسابقة جائزة سلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم على مدى حوالي 30 عاما، وهي تؤدي رسالتها في خدمة القرآن الكريم وفي تكريس الوعي القرآني وفي الاهتمام بهذا الكتاب العزيز، يعني ولا شك أن هذا الكتاب العزيز يستحق هذا الاهتمام وهذه العناية. ومن أجل احتواء شريحة أكبر،
يتنافس المشاركون من الذكور والإناث في 7 مستويات من مختلف شرائح المجتمع ومن جميع محافظات السلطنة بمعية لجان متخصصة. مشاركة أطياف كثيرة من أفراد المجتمع، من الصغار والكبار، من الذكور والإناث. فرأينا في هذه الدورة كبار السن المجيدين للتجويد تتجاوز أعمارهم 60 وربما 70. أيضا من الملاحظ أن هناك أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة التوحد قد شاركوا في هذه الدورة وكانوا متقنين للحفظ. لا شك بأن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى من أعظم النعم على حفاظ كتاب الله عز وجل. لاحظنا من خلال التحكيم في هذه المسابقة المباركة بأن مستويات المتسابقين تتقدم سنة بعد سنة في مستوياتها وإجادة الحفظ، كذلك إجادة الأداء والقرآن، فقد انخرط مجموعة كبيرة منهم في دورات إجازة القرآن الكريم، وهذا يدل على السعي الدؤوب من هؤلاء المتسابقين للتقدم والمنافسة الحقيقية، بحيث يصقلون مواهبهم ومداركهم فيخرجون لنا بحفظ جيد وإتقان متميز. انتشار هذه المسابقة ووزن هذه المسابقة وقيمة هذه المسابقة في المجتمع بشكل عام، لذلك اشتغل الناس بحفظ كتاب الله تعالى وترتيله وحسن أدائه من ناحية التجويدية، هذا يعني كله إنما هو من أفضل مسابقة السلطان قابوس. شاركت في مسابقة السلطان قابوس في 4 نسخ على التوالي، شاركت في حفظ 12 جزء وحصلت على المركز الثاني، ثم شاركت على في مستوى حفظ 18 جزء وحصلت على المركز الأول، وشاركت في مستوى حفظ 24 جزء وحصلت على المركز الأول، وشاركت في مستوى حفظ القرآن الكريم كاملا وحصلت على المركز الأول. شاركت في مسابقة السلطان قابوس طيب الله وثراه المستوى 7 وحفظت 2 جزء من القرآن، واستفدت من هذه المسابقة أني أتعلم من أخطاء زملائي، أني أحاول وأبذل جهد علشان يعني أقدم كل ما لدي، ومهما حاولت يكفيك شرف المحاولة. استفدت من هذه المسابقة أنما هذه في هذه المسابقة ليسنا فقط للتنافس في حفظ القرآن، إنما نحن نبحث عن أبواب الآخرة وما يقدمنا إليها من هذا، ففي قوله تعالى ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واهتماما بمخرجات المسابقة واستثمارا لمنجزاتها، كان توجه لتسجيل مصحف من تلاوة أحد المتسابقين المتقنين، وقد كان باكورة ذلك من مخرجات المسابقة 29. الحمد لله رب العالمين، هذا ما يراد، ما كان يراد من المسابقة تحقق والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يكون هناك مزيد من هذه النتائج الطيبة المبشرة في المستقبل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي راعي الحفل الموقر، أيها الحضور الكريم، حان الوقت الآن كي نتلقى فيوضاً من كلمات النور ونسمات الهداية ونفح الزهور التي تهب علينا من رياض القرآن الكريم. أيا أيها البحر العميق بعلمه يلين إذا ما اشتد بالعنف سائله، تواضع حتى قيل سهل عبابه ويعظم حتى قيل أين سواحله. مع كلمة سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مناسبة أقاد هذه الدورة وهي الدورة 30 لمشروع السلطان قابوس للمسابقة في حفظ القرآن الكريم،
يسرني أن أدعو أولا جميع الناهضين الشباب إلى المسارعة لحفظ كتاب الله تعالى، فإن من أوتي القرآن الكريم فكأنما أدريت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه، ذلك لأن القرآن هو هدى الله سبحانه وتعالى الذي أبقاه لهذه الأمة وللعالمين إلى أن تقوم الساعة. به تقوم حجة الله تعالى على عباده، وبه يقام دينه في أرضه، وهو ملاك كل خير ومنبع كل فضل وأصل كل عمل مبرور، فكل خير إنما يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم هو الذي خرج بهذه الأمة من الظلمات إلى النور، ومن الحيرة إلى البصيرة، ومن العمى إلى الرشد. خرجت هذه الأمة بعدما كانت غارقة في ضلالها، غرقا لا مثيل له، كما يصفها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في كلمته التي ألقاها بين يدي النجاشي، وبين كيف كانت هذه الأمة قبل أن يأتيها الله سبحانه وتعالى بهذا الخير، وأن يسوق إليها هذا الإحسان بمبعث عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أدعو جميع الفئة الناهضة، الجيل الناهض ذكورا وإناثا، لحفظ كتاب الله سبحانه وإتقان هذا الحفظ والقدرة على الاطلاع بأمانة القرآن. فإن القرآن لا يكتفى من الإنسان أن يحفظه فحسب، إذ حفظ القرآن بدون العمل به مثله كمثل بني إسرائيل الذين ضرب الله تعالى فيهم مثل، حيث قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلذلك أدعوهم إلى التكيف وفق مقتضيات القرآن الكريم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه أن خلقه القرآن، فقد كان قرآن يمشي على الأرض، وكل من حمل أمانة القرآن يجب أن يكون في أخلاقه وفي أعماله وفي أخذه وعطائه وفي سلمه وحربه وفي قبوله ورفضه ترجمة حجة لهذا القرآن بكل ما فيه من هدى. وبجانب ذلك أسأل الله تعالى التوفيق لحفظة كتاب الله تعالى هنا بأن نشارك في المسابقات العالمية لحفظ القرآن الكريم، ليظهر دور السلطنة في حفظ القرآن، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن تؤتي هذه الجهود ثمارها، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من كل الذين أسسوا بهذا العمل المبرور والذين شاركوا فيه، وأن يؤجرهم الله أجرا حسنا على ما قدموه من خير، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله أياديك التي عاجلت قصدي بأنواع الهبات، أنت بالمعروف قد أحييتني، وكذا الشمس حياة للنبات. معالي راعي الحفل الموقر، ضيوفنا الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. سنستمع الآن إلى نماذج مختارة
من قراءات الفائزين في مسابقة هذا العام، وهم على الترتيب: أحمد بن سيف المقيمي، سارة بنت يوسف المحرزية، عاتكة بنت حمود الناعبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون،
وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم. بذرتم وهذا أوان الحصاد وكل امرئ حاصد ما بذر. ضيوفنا الكرام، سيتفضل الآن معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الموقر راعي الحفل بتوزيع الجوائز على مستحقيها، فليتفضل معاليه مشكوراً. أولاً، الحاصلون على المراكز الثلاثة الأولى من كل مستوى من مستويات المسابقة. الفائزون في المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً. المركز الأول فيصل بن محمد بن علي البلوشي من مركز صحار. المركز الثاني عبد الله بن نعمان بن محفوظ حاج عتيق من مركز صلالة.
المركز الثالث عماد بن خلفان بن محمد الرواحي من مركز الخوض. الفائزون في المستوى الثاني حفظوا 24 جزءاً متتالياً. المركز الأول محمد بن سعيد بن مبارك الغماري من مركز قريات. المركز الثاني عبد الله بن محمد بن حمد العامري من مركز سناو. المركز الثالث سعيد بن عبد الله بن سعيد الحبسي من مركز الخوض. الفائزون في المستوى الثالث حفظوا 18 جزءاً متتالياً. المركز الأول هاجر بن صالح بن سعود الكندية من مركز نزوى. المركز الثاني سالم بن سعيد بن هلي المشرفي من مركز قريات. المركز الثالث عبير بنت محمد بن خليفة الحامدية من مركز الخوض. الفائزون في المستوى الرابع حفظوا 12 جزءاً متتالياً. المركز الأول أحمد بن سيف بن حمود المقيمي من مركز الأخوير. المركز الثاني عزاء بنت محمد بن سعيد بن حميد الصوافية من مركز سناو. المركز الثالث صالح بن محمد بن خلفان المشرفي من مركز قريات. الفائزون في المستوى الخامس حفظوا 6 أجزاء متتالية. المركز الأول سارة بنت يوسف بن سعيد المحرزية من مركز إبرة. المركز الثاني الهنوف بنت حمود بن عبد الله النيرية من مركز إبرة. المركز الثالث هاجر بنت جمعة بن صالح المعاصبية من مركز قعلان بني بو علي. الفائزون في المستوى السادس حفظوا 4 أجزاء متتالية. المركز الأول تسنيم بنت سالم بن عبد الله الشبلية من مركز إبرة. المركز الثاني المعتصم بن وليد بن علي الخزيمي من مركز شناص. المركز الثالث جمانة بنت مهدي بن عامر القاسمية من مركز إبرة. الفائزون في المستوى السابع حفظوا 2 متتاليين. المركز الأول صهيب بن هلال بن حمدان السيابي من مركز إبرة. المركز الثاني
عاتكة بنت حمود بن سعيد الناعبية من مركز الخوض. المركز الثالث الطاف بنت محمد بن هلال الحبسية من مركز إبرة. المركز الثالث مكرر ليلاس بنت قيس بن سالم المقرفية من مركز عبري. ثانيا أعضاء لجنتي التصفيات الأولية والنهائية، الدكتور سعيد بن حميد بن مطر الضوياني، عبد الله بن سعيد بن ناصر القنوبي، يوسف بن عبد الله بن محمد البلوشي، طالب بن عيسى بن سعيد الكيومي، الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المنذري، أحمد بن سالم بن سعيد المعولي، ياسر بن سالم بن سليمان العمري، يوسف بن محمد بن علي البلوشي، يوسف بن محمد بن ناصر السديري، محمد بن سعود بن خلفان القابري، ثالثاً إداريو مركز مراكز المسابقة علي بن ناصر بن محمد الدغاري، ناصر بن عبد الله بن ناصر الشخصي، حمد بن عبد الله بن محمد الحوسني، تركي بن يحيى بن عبد الله البلوشي، زاهر بن سعيد بن حمود الصوافي، أديب بن بشير حسن بيت سويلم، علي بن صالح بن حسن البلوشي، خالد بن سعيد بن حميد الحوسني، أزهر بن حمد بن سعيد العامري، مبارك بن مسلم بن سالم العامري، طلال بن ناصر بن سالم الخروصي،
علي بن هلال بن سعيد الحكماني. إبراهيم بن عبد الله بن محمد المدحاني. طلال بن حميد بن سليمان الزيدي. سعيد بن مسلم بن سويلم المحيقري. سالم بن جمعة بن سالم البلوشي. محمد بن درويش بن قميل الشقصي. رحمة بنت سليمان بن سيف الدغارية. رابعا أولياء أمور المتسابقين المجيدين في المستوى السابع: هلال بن حمدان السيابي، حمود بن سعيد الناعبي، هلال بن محمد الحبسي، قيس بن سالم المقرفي، خامسا الأسرة القرآنية: حميدة بنت هلال بن محمد الحبسية، حليمة بنت هلال بن محمد الحبسية، هبة بنت هلال بن محمد الحبسية، زلفة بنت هلال بن محمد الحبسية، ألطاف بنت هلال بن محمد الحبسية، ريم بنت هلال بن محمد الحبسية. سادسا أكبر وأصغر متسابق: أكبر متسابق حماد بن هلال بن محمد العزري، حماد بن هلال بن محمد العزري من مركز عبري. أصغر متسابق محمد بن عبد الله بن ناصر الحمداني من مركز بركة. سابعا ذوي الاحتياجات الخاصة: اليزن بن إسماعيل بن خلفان السليماني من مركز نزوة.
أنور بن عوض بن أمان بيت قميل من مركز صلالة. منير بن سمير بن حميد آل عزان من مركز بركة. سعيد بن راشد بن سعيد الشبلي من مركز صحار. أحمد بن سعيد بن صالح آل خليفين من مركز سناو. غني بن درويش بن مسعود الفقرانية من مركز الرستاق. رقية بنت علي بن عبد الله المصلحية من مركز سناو. ثامنا الإعلاميون مصبح بن مبارك بن ضحي الحسني وكالة الأنباء العمانية. مبارك بن محمد بن سعيد المياحي إذاعة القرآن الكريم. خليفة بن علي بن هلال الرواحي جريدة عمان. علي بن صالح بن سلوم السليمي جريدة الوطن. ريم بنت سعيد بن سيف الحامدية جريدة الرؤية. تاسعا المؤسسات والمراكز المتعاونة. وزارة الإعلام قناة عمان مباشر. وكالة الأنباء العمانية. المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي. إدارة السجن المركزي. دائرة الشؤون الإدارية بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بديوان البلاط السلطاني. معهد مسقط للعلوم الإسلامية.
دائرة الرعاية الاجتماعية. إذاعة القرآن الكريم. مؤسسة عمان للصحافة والنشر. يقدم الآن سعادة رئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم هدية تذكارية لراعي الحفل. في ختام هذا اللقاء القرآني نتوجه بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى معالي راعي الحفل الموقر على تكرمه برعايته هذا الاحتفال، وإليكم أصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة والضيوف الكرام على تشريفكم لنا بالحضور. كما نتوجه بالدعاء الجزيل إلى الله الجليل أن يحفظ قائد البلاد المفدى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وأن يكلأه بعين رعايته ولطف عنايته، وأن يحفظ عمان وأهلها من كل سوء ومكروه ببركة القرآن وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.